في تسهيلات وفي جذب للاستثمار وفي إجراءات أفضل من الإجراءات الأردنية في جذب الاستثمار بسبب الوضع الاقتصادي اللي موجود بهاجروا، والشباب بدهم شغل أصلا، إذا ما في شغل بدهم يهاجروا ما فيها. من كتر الشغل هنا والاقتصاد كويس فطلعوا برا يكملوا، هاي هي. لأن المعيشة عندنا غالية جدا جدا جدا، والراتب ما بكفيك من أوله. بسافر برا الأردن بسبب ضغوطات اللي بواجهها في البلد من الناس، من ضغوطات الحكومة عليه، ما أكثر من شغل، ما أكثر من شغلة. ثانيا المعيشة في البلد نفسها، فرص الشغل هناك متوفرة كالإمارات وقطر والبحرين، دول الخليج بشكل عام. يعني نحن يعني لما نتوظف في محلات أو مطاعم أو فنادق أو بشركات تلاقي الراتب الأساسي 220 دينار، فهو لا بكفيني مواصلات ولا بكفيني أجر الدار ولا بكفيني إشي، فبدي أضطر أني أهاجر أنا برا عشان أقدر أعيش.